في حاجة يا محسن؟ الساعة عدت 4 يا فندم. وبعدين؟ يعني حضرتك ما تغديتش، وبعدين عندك مواعيد كتير مش هينفع تروح. مش مشكلة، حابة أتغدى لما أروح البيت. يعني بعد إذن حضرتك أنا جهزت لك حاجة لو سمحت لي عشان يبقى عيش وملح. إيه ده؟ عزماني على الغدا يا محسن؟ هو بصراحة مش غدا بالظبط، يعني هي لقمة على مقاسهم كده. أنا لما بروح البيت بجهز الغدا. كتر خيرك يا محسن. طب اقعدي، هتسيبينا نتغدى لوحدي ولا ايه؟ يعني عشان ما اعطلش حضرتك. لا ابدا، اقعدي اقعدي، مفيش عطله ولا حاجه. قولي لي يا محسن، مبسوطه في الشغل هنا؟ ايوه يا فندم قوي، يا رب اكون عند حسن ظن سيادتك. لحد دلوقتي عند حسن ظن. ان شاء الله كل حاجه هتبقى احسن واحسن. ان شاء الله. قولي لي المرتب بيكفيكي؟ انا عامل حسابي اول الشهر هزودك. لا يا فندم، كفايه قوي. كفايه ازاي بقى؟ على الاقل بدل غدا، ما انت بتاكلي المدير اهو. طب اقوم اعمل لحضرتك القهوه. اتفضل. على اسمك. مساء الخير. مساء النور. مش ده مكتب استاذ صبري المحامي؟ ايوه يا فندم، اي خدمه؟ يعني كنت عايز احجز ميعاد عنده، يعني مش حضرتك برضو السكرتيره المسؤوله عن موضوع المواعيد؟ ايوه يا فندم. بخصوص ايه؟ قضية إن شاء الله. قضية إيه يا فندم؟ أصل الأستاذ صبري ما بيقبلش كل أنواع القضايا. مخدرات. لا متأسفين، الأستاذ صبري ما بيقبلش. لو سمحتي خلاص مشيها قتل، ينفع قتل. إيه يا أستاذ؟ هو أنت جاي تهزر؟ بقول لك إيه؟ هو اعتكسر في خاطري. أنا ما صدقت لقيتك، قصدي لقيت المكان، أصل أنا جاي من بعيد قوي، أنا جاي من الوكالة. خلاص حضرتك سيب بياناتك وهبقى أتصل بيك. إمتى؟ معرفش. طب يا ريت بقى يبقى يوم الاحد، عشان لا مؤاخذه يعني يبقى المخزن قافل. مخزن ايه؟ اتفضل حضرتك لما ابقى احدد ميعاد تبقى تيجي. انت مالك قلبتي ليه؟ ما انت شغاله حلو من الصبح، في ايه؟ مع السلامه يا استاذ. ايه في حاجه يا محسن؟ ها في حاجه يا محسن؟ الاستاذ ده منعم؟ ده ايه اللي موقفك هنا؟ تعال خش. ماشي. خش جوه. خش خش. حصل منه حاجه؟ ما حصلش يا استاذ. اه حاضر. ايه بقى؟ ايه المزه دي؟ بقول لك ايه، دي مش مزه، دي سكرتيره جديده. ايوه يعني جبتها منين؟ انا ما جبتهاش، هي اللي جت وطلبت شغل. يا ابن اللذينه، ومراتك عرفت ان انت جبت اسلحه الدمار الشامل اللي في العالم كله وحطيتها على مكتب بره؟ ايوه يا سيدي عرفت. وسكتت؟ لا طبعا، بتعمل كل شويه تبطيل جوي، تليفونات وزيارات مفاجاه، ربنا يستر. طبعا الله يكون في عونها. قول لي بقى ايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ قضيه ان شاء الله. قضيه ايه؟ مخدرات. نعم يا اخويا. خلاص ينفع قتل. السكرتيره يعني قالت لي ان انتوا لا بتشتغلوا في المخدرات ولا في القتل. اكيد يلا عم نسيتوا شهد ايه. مسقيها لك. بنت حلال، كويس ان انا لقيتك. انا مش هقدر اقعد، نازله راجعه المكتب. خمس دقايق مش هعطلك كتير. ايه فكرتي؟ لسه الحاجات دي ما بتتحلش في يوم وليله. طب هقول للراجل ايه؟ ده ما بيبطلش زن على وداني. بقول لك ايه يا اخويا، هو مش بلاوي الدراع، ده جواز، يعني لازم تاخد وقتها وبراحتها تفكر. ايه يا وليه؟ هو انا كل ما اقول لها حاجه انت اللي هترد عليها ولا ايه؟ وبعدين انا ما ضربتهاش على ايديها. وبعدين انا شايف ان الجوازه دي حلوه قوي، حلوه قوي يا محاسن، يعني لو راحت مش هترجع تاني. كل واحد بياخد نصيبه، عن اذنكم. طب بقول لك ايه يا محاسن، ما تنسيش بقى تقولي للاستاذ انه يرجعك بدري شويه، لحسن احنا اختي ساكنين في منطقه شعبيه، وانت عارفه لما بترجعي في مصاص الليالي الرجاله ما بيبطلوش لت، وده مش حلو يا محاسن لا ليكي ولا لينا. انا برجع من الشغل وشغل محترم، ياما في اشغال الناس تضطر تبات فيها، واي حد يلسن عليا هقطع له لسانه، فاهم؟ ماشي يا محاسن، بس على فكره ده مش كلامي، انا بوفر عليكي كلام الناس. وعلى فكره بقى انا عندي حل ليكي، انا ممكن اجيلك بالليل اخدك وارجعك هنا البيت، وساعتها لما يلاقوكي راجع معايا مش هيقدروا يتكلموا، لانه هيلاقوكي راجع مع راجل، وبعدين مش اي راجل، ده جوز اختك، يعني في مقام اخوك الكبير، ساعتها بقى محدش هيقدر يفتح بوقه. بقول لك ايه يا صلاح؟ نعم. اذا كان قعادي عندكم هنا في البيت مضايقك، انا ممكن ادور على مطرح تاني،
وافتكر كويس قوي ان انا ما سبتش بيتي وجيت قعدت هنا الا بعد الحاح منك انت وسماح. اللي حصل ده يا اختي هو الطبيعي، ولا انت كنت مبسوطه بقى بقعدتك لوحدك؟ على الاقل كنت حره نفسي ومحدش قادر يتكلم عليا ولا يقول لي رايحه فين وجايه منين. كده يا محاسن الحق عليا ان انا خايف عليكي. عن اذنكم انا راجعه المكتب قبل الاستاذ ما يرجع. ماشي بحب الله. ماشي يا محاسن. عجبك كلام المحروسه اختك ده؟ وانت مالك بيها؟ شقتها وقعدت تنخر لحد ما اهل جوزها خدوها. الخلو اللي بعته لها اخدته وبلعته، ولا انت فاكرني نايمه على وداني؟ نعم يا اختي الخلو اللي انا اخدته سددت بيه ديون كانت متاخره علينا، ولا انت فاكره البيت ده مفتوح من غير اي مصاريف؟ ده من يوم المحروس اختك ما جت هنا وبتكلفنا. اختي قاعده بخيرها وانت عارف كده كويس، وزي ما انت بتدفع في المصروف هي بتشارك باكتر منه. انا ما قلتش حاجه. في لقمه ولا انزل القط لي لقمه من تحت؟ لا يا اخويا ما تلقطش لقمه من تحت، الاكل جاهز. طب يلا بسرعه لحسن انا عندي ميعاد مهم قوي على القهوه. حاضر حاضر. بسرعه يا سماح. الليمون يا فندم اللي حضرتك بتحبيها. صبري قال في الحقيقه ايوه. واضح ان صبري بيحكي لك على كل حاجه. يعني ساعات الكلام بيجيب بعضه. من غير حسد يعني يا فندم الاستاذ صبري بيحب حضرتك قوي. والكلام برضو بيجيب بعضه عن الحب. بصراحه الاستاذ صبري راجل واضح وصريح واللي في قلبه على لسان. يا ترى زي ما هو بيحكي لك كده ويفتح لك قلبه انت كمان بتقولي له على اسرارك؟ اسراري بصراحه يا فندم انا في حياتي ما فيش اسرار. معقول؟ ما في حد فينا ما عندوش في حياته اسرار؟ كلنا عندنا اسرار. ما حسن انا عايزاكي تعتبري لي صديقه وتحكي لي على كل حاجه. صدقيني يا فندم عن اذن حضرتك ارد عليك. الو اي يا فندم انا سكرتيره الاستاذ صبري. ممكن يوم الخميس من 5 لـ 7. لا بعد كده مش هينفع الاستاذ بيروح بدري. يوم الجمعه لا مش هينفع ما بينزلش المكتب بيفضل في البيت. تحت امرك يا فندم. مع السلامه. واضح انك تعرفي عن صبري. اقصد عن الشغل مع صبري كل حاجه. محاسن. ايوه يا استاذ. في دار التركيب افرجوا عنه من سرايا النيابه وبدون ضمان. الف مبروك يا استاذ. عشان تعرفي ان انا معقول الهام. واضح ان المفاجاه بتاعتك اكبر من مفاجاه وجودي هنا. بالعكس يا حبيبتي ده انا سعيد جدا ان انت هنا. عن اذنكم تحب حضرتك أأجل أول ميعاد؟ لا 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 ما تأجليش حاجة، اتفضلي أنتِ. عن إذن حضرتك. اتفضلي. بجد بجد منورة المكتب. معقلك؟ لا طبعًا يا حبيبتي. قولي لي تحبي تشربي إيه؟ ما حسن جابت لي الليمون اللي بحبه. مش يلا بينا بقى؟ مش إحنا اتفقنا إننا نتغدى سوا ونروح بعد كده السينما؟ إحنا اتفقنا على كده؟ انت نسيت ولا ايه يا صبري؟ انا يظهر فعلا نسيت. انا اسف. لا مفيش حاجه. طيب احنا فيها اهو. الغي مواعيدك ويلا بينا. حاضر يا حبيبتي. محاسن تعالي لي فورا. ايوه يا استاذ. يا محاسن الغي كل المواعيد اللي عندي، عندي حاجات مهمه جدا لازم اعملها النهارده. بصراحه يا فندم مش هينفع اول ميعاد بعد ربع ساعه، ما ينفعش الناس تيجي لغايه هنا ونعتذر لهم. انت شايفه كده؟ طبعا يا استاذ ده بعد اذن حضرتك يعني. انا اسف. نخليها وقت تاني. نخليها وقت تاني. بس انا خلاص حجزت تذاكر السينما. مفيش مشكله هعدي على سعاد اخدها ونروح سوا. تمام كده وقريب قوي نبقى نروح مع بعض ان شاء الله. بس واضح الفتره اللي جايه هتبقى مشغول فيها انت.